فرجا قريبا. اللهم ارزقني السعادة والراحة، اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك، فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير. اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، يا كاشف الغمة ويا رافع الظلمة، اجعل لي من ضيقي مخرجا ومن همي فرجا. أنت اللطيف يا الله، سبحانك تبت إليك، فقني عذاب النار وأدخلني الجنة برحمتك مع الأبرار. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم فرجا قريبا، اللهم ارزقني السعادة والراحة، اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت عليك، فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري، فإني لا أحسن التدبير. اللهم يا غفار الذنوب، ويا علام الغيوب، ويا مفرج الكروب، يا كاشف الغمة ويا رافع الظلمة، اجعل لي من ضيقي مخرجا.